وبالنظر إلى حركة الطيران نجد أن أول مطار في الكويت أنشئ عام 1927 ميلادية، وعرف تاريخيا باسم مطار الدسمة. وجاء افتتاح المطار بعد أن خصصت قطعة أرض خلف سور الكويت بجانب بوابة البريعصي أو بوابة الشعب لتكون مهبطا للطائرات. وكانت أرض المطار تحتل المساحة الممتدة من تلك البوابة إلى نهاية شارع الاستقلال، حيث تقع راهنا حديقة الحزام الأخضر. ومدرج المطار لم يكن سوى أرض صحراوية مستوية يكثر بها الحصى الصغير، ولم يكن هناك برج مراقبة أو مدرج مسفلة أو إضاءة، كما لم يكن هناك أقسام للجوازات والصحة والجمارك. وقد أنشئ المطار بهدف خدمة الطائرات التي تفد إلى الكويت وتحمل زوارا كبارا أو المندوبين السامين، أو للتزود بالوقود بالنسبة إلى الطائرات المتجهة إلى مناطق أخرى.